فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، فعلا يعني ما السبب يا شيخ؟ وأنت قريب من الشباب وأنا أراك بعد كل صلاة يأتوك الشباب ويسألونك، لماذا يعني يحجموا عن الأخذ من العلماء الثقات ويذهبوا إلى علمائهم الذين يكرسون هذه الثقافة عندهم؟ طبعا بالنسبة المرجعية دائما تحتاج إلى نوع من الثقة، إلى مش العلماء هو رقة من الجارية علما وتقوى ورعا. كان الناس يثقون به ويرجعون إليه، مثل ما ذكر الشيخ الآن من الأمثلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فلم يجرؤ أحد في زمانه لا من المتطرفين ولا من المتوسطين على إنكار علمه أو الطعن فيه أو في مرجعيته. لكن بعد ذلك تجد أن بعض العلماء قد يقع في إنكار بعض الأمور سياسة أو نصيحة، فيتكلموا بالسياسة ولا يتكلموا بالدليل ولا بأمر الدين، فحينئذ تنقص مرجعيته لدى الناس. ولو أن العالم لزم النص ولزم بيان الحق ولم تأخذه بالله لومة لائم، وكان من الذين يقولون الحق ولا يعدلون عنه، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لما استطاع أحد إلا من أضله الله. نحن لا ننكر أن من الشباب من أضله الله فيطعن في العلماء الصالحين الناصحين ولا يسمع منهم، ولا ينجو منه عالم معاصر له ولا سابق عليه، لكن ذلك لا يعتبر ظاهرة كبيرة وإنما هو أمر نادر أو قليل. لكن عموما لو لزم العالم الدليل وكان إذا تكلم تكلم عن بينة وبين ما يعتمد عليه من القرآن والسنة، فإن مرجعيته ستترسخ لا محالة. هنا يا شيخ، طيب موضوع إسقاط هذه الأحاديث على الواقع يا شيخ، كنت أريد أن أضبط لك جانبا من جوانب البحث. طيب، وهو جانب سد الذرائع في القضية. فنحن لدينا ذريعة، وهي أن بعض الناس كلما جاءت فتنة أو مشكلة حاول أن يلصقها بأحاديث المثل والملاحظ وبحث لها عن مستند أيا كان. هذا المستند كثيرا ما يكون لا يدل عليها لا من الناحية اللغوية ولا من ناحية التفسير، ولم يقم بتفسيره بذلك أحد. مثل ما نسمع اليوم بعض الناس يأخذون حديثا في تدور رحل الإسلام إلى 36 أو 37، فيقول هذا في هذه السنوات كأن هذا هو القرن الأول، وكأن رحل الإسلام لم تدر قبل هذا. فهذا النوع من الفهم قطعا أصحابه على خطأ عظيم، وهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون دلالة النص. أما إذا كان النص صحيحا ودلالته محتملة فالمرجع به إلى الراسخين في العلم ولا يدخل في النص الذي نقلته عن الشرع. فحمل عالم من العلماء لمعنى النص على مقتضى فهمه لا يكون به متكلما على الله بغير علم، ولا يكون متجاسرا حول حكمه التجاسر. بل إن المفسرين جميعا يفسرون كلام الله وشراح الحديث يصلحون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقتضى ما تقتضيه اللغة ويقتضيه علوم الشرع، فلا يدخل في نطاق ذلك. فالمبالغة في سد ذريعة بحيث لا يحل الإنسان أن يتكلم إلا بما هو نص ذاته تمنعنا من شرح الحديث. لكن مع ذلك لا بد أيضا من بيان أن الذين يفسرون الكلام بغير ما تقتضيه لغة العرب وبغير ما يدل عليه النظم هم مخطئون خطأ بينا واضحا لا إشكال فيه. لا يختلف اثنان في أن من فسر الحديث أو حمله على ما لا يدل عليه في لغة العرب لا يمكن أن يفهم منه ما لا يمكن أن يفهمه من الراسخون في العلم أنه مخطئ وأنه داخل في النص الذي نقلته عن صحيح. طيب شيخ محمد، هل سبق أن حاورت هؤلاء الشباب أو بعض مشايخهم في هذه الأحاديث ومسألة إسقاطها على الواقع، إن كان في أفغانستان أو كان في العراق أو كان الآن في الشام؟ نعم، سبق أن حصل الحوار كثيرا في عدد من هذه الأحاديث، لكن ما حصل فيه الحوار أصلا في إسناده، يكون الحديث أصلا غير صحيح من ناحية الإسناد. وهل قبلوا منك تصويباتك لهم؟
نعم إذا بينا له أن الحديث موضوع أو أنه ضعيف وأن إسناده بين يديه هذا الإسناد وليس له إسناد آخر. إذا وجدته من أي إسناد صحيح فنحن نقبله، ولكن الحديث اللي عندك إسناده لا يصح ونبين له ذلك، فحينئذ لا بد أن ينقطع، لأنه لا يمكن أن يقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سمعته رويته من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. اسمح لي. جميل، تفضل أخ بسام. فضيلة الدكتور تحياتي لك، وحقيقة أنت ذكرت ما يتعلق بسد الذرائع دكتور في قضية الآن، يعني في قضية إنزال هذه الأحاديث على الواقع، يعني لماذا لا يصار إلى إشاعة ثقافة شرعية تكف يعني شهوة الناس وتطلعاتهم إلى إنزال هذه الأحاديث على الواقع حتى لا نقع فيما يترتب عليه من مفاسد عظيمة؟ يعني لماذا لا يجتهد العلماء الشرعيون في سد للذرائع في كف شهية الناس وهم يتطلعون؟ يعني أنا أعرف بحكم التكوين البشري أننا متعلقون بالبشارات ومتعلقون بالنبوءات، لكن لماذا لا يشيع علماء الشريعة هذه الثقافة التي تنهى الناس وتكفهم عن إنزال هذه الأحاديث على الواقع خوفا من المفاسد التي تترتب عليها كما في واقعة الجهمان وغيرها من الوقائع؟ نعم لا شك أن ذلك مطلوب وأنه من شأن العلماء، لكن القضية أنهم لو قالوا ذلك في حديث واحد لا يكون قاعدة على كل حديث، وتجرد لا أحد بجمع الأحاديث الصحيحة مثلا التي يعتمد عليها هؤلاء ويطال الأحاديث الباقية الموضوعة في هذا الباب. فلو أن مجمعا علميا أراد أن يدرس هذا الموضوع فنحن من الأحاديث كان من هذا الموضوع يترك بكلية، وما كانت الأحاديث التي فيها طعم لا يصل بها إلى درجة الوضع، فهي أحاديث ضعيفة، يكون الواقع هو الذي يشهد لصحتها وقتها. وهذا الأمر يحال إلى الله سكينة في العلم ممن يستطيع ذلك ومن المتخصصين، وليس لكل أحد من الشباب أن يتكلم فيه، وليس لكل أحد منهم لم يدرس أصلا أحاديث الصلاة والطهارة والأحاديث المشهورة، لم يدرس صحيح البخاري ولم يدرس صحيح مسلم ولم يدرس الموطأ أن يتكلم في أحاديث مثلا لا.